السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مطبخ قمر. اليوم جبت لكم لي كلاص. كاين بزاف الاخوات طلبوا لي من نواسلهم لي كلاص. نبداو في المقادير. عندي هنا 40 سنتيليت تاع القشطه، يعني لا شانتيي، وشويه هنا عندي ليكيد. عندي 250 مليليتر تاع نيسلي، مغرفه كبيره تاع كاكاو، ومادا بيكم كاكاو يكون ماشي هذاك الغامق، هذاك الفاتح. زوج مغارف كبار تاع شيكولا للطري، راكم تشوفوا فيها. زوج مغارف كبار تاع ياغورت ناتشورال ولا بالسكر كيما تحبوا. زوج مغارف كبار. عندي لافاني ونواسيوه قرصه تاع الملح على راس معلقه تاع قهوه تاع الملح. نبداو في تحضير الوصفه تاعنا. هذا الكريم، هذا لاكلاص اللي حنواسيها لكم نهار اليوم، لازم البول يكون بارد، ولا لا شونت لا لا كريم لا تاع لا شونتيي تاعكم تكون بارده. نبداو في التحضير. هكذا نرمي لا شونتيي تاعي، نضربها مع هذيك ياغورت ناتشورال. نسيلها قرصة تاع الملح، ماشي بزاف، ما تكثروش. هاك ها قريصة صغيرة تاع الملح، ونضربو لاشونتيي تاعنا. عندي هنا لي بواط لي يدخلو الكونجيلاتور، هكذا نقسم نص فاني ولاخر باش نديرها الكاكاو وشيكولا للطاي. نقص كمية هادي، نروح نواسي هاديك الكاكاو تاعي. ونواسي شيكولا تاع الطاي، ولا اللي عنده نوتيلا ولا كاع تناسب هذا لاكلاص. واسيوا غير في الاول هكذا، لاخاطر باش هذيك الكاكاو ما تطلعش، ما لازمش تضربو في خطره هكذا، غير تندمج هذيك الكاكاو هذيك الوقت باش نضربو. نواسيو بعد طريقه سهله وما تحتاج الماكينه تاع لاكريم، هذه بالباتور ولا بالبيترا، وانتم راكم وسيتو لي كلاص العائله تاعكم. نغطيها ونواسيها في المجمد حتى نشوفها. كيف تبداو باش تقدموهم؟ خليهم شويه ينطلقوا باش تبداو توسيهم في ليكوب تاعكم. هكذا انا نوجد الماء تاعي، نواسي هكذا الماء، لازم نواسي هاد المرحله. نبدا نحي الكلاص تاعو، لازم تخليهم ينطلقوا. شوفوا التزيين تاعهم تاع لي كلاص تاعي لي واسيتهم اليوم، طريقه سهله، وشوا عطيوهم وقت في الكونجيلاتور وقل زوج خطرات، وانتم قعدوا حكوا فيهم بكل ساعه، حكوهم وخليوهم بين 5 سوايع 6. وان شاء الله تعجبكم هذا لي كلاص لي واسيتهم لكم اليوم. كانت الاخت طلبتني، وان شاء الله ينالوا اعجابها وتواسيهم وتنجح فيهم. وخليتكم على خير في فيديو اخر مع وصفات رمضان،
وصحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.